مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بكم الى نشره احوال الطقس. اذا اجواء بارده وامطار غزيره تشهدها المناطق الشماليه من الوطن خاصه الشرقيه والوسطى. اذا خلال صبيحه يوم الغد تستمر الاضطرابات الجويه على المدن الشرقيه وكذا الوسطى لتصل تدريجيا على المناطق الغربيه السواحل والمدن الداخليه. اجواء مغشه جزئيا بالنسبه لشمال الصحراء وسط الصحراء الجنوب الغربي ومنطقه تندو حتى على اقصى الجنوب الجزائري، في حين تبقى مستقرة على باقي ولايات الجنوب. خلال الظهيرة دائما الأجواء تبقى مغشاة جزئيا على المدن الجنوبية والسماء ملبدة تماما على وسط الصحراء مرتفعات لوكار والتصلي ومدن الواحات، لكن اضطرابات جوية نشيطة الفعالية ستشهدها المناطق الشمالية الشرقية الوسطى وحتى الغربية خاصة على السواحل. درجات الحرارة المسجلة صبيحة يوم الغد إذن ستصل إلى 13 درجة بجزائر العاصمة، 14 بعنابة طرف القلعة، 10 درجات بقسنطينة، 4 درجات فقط كأدنى مقياس على منطقة الجلفة، 9 درجات بتلمسان تيار البيض معسكر وسيدي بلعباس حتى على منطقة نعام، 12 بوهران، 13 ببشار، 19 درجة على كل من تندوف أدرار كان وبرج بجي مختار، 18 درجة بعين قزام. بالنسبة لدرجات الحرارة القصوى المسجلة خلال ظهيرة يوم الغد السبت إذن تصل إلى 17 درجة بجزائر العاصمة، 16 بعنبة طرف القالة حتى بها السواحل الغربية على وهران على عين تيموشنط أيضا ومستغانم، 13 درجة بتلمسان تيارت على البيض سيدي بلعباس، 17 على بشار على منطقة بني عباس على غردايه بسكرة أيضا، 18 بواتسو، 22 درجة بورقلا، 22 درجة على مرتفعات لوكار والطاسيلي، و30 درجة بأقصى الجنوب الجزائري بمنطقة عين قزام. إذا حالة البحر سيكون البحر عموما هائج على طول الشريط الساحلي، رياح راح تكون مختلفة الاتجاهات وسرعتها تصل حتى 60 كيلومتر في الساعة. بالنسبة للسواحل الشرقية الوسطى والغربية لن تتعدى 50 كيلومتر في الساعة. إذا نختم النشرة كالعادة بالمعلومات الفلكية. وقت شروق غروب الشمس بالجزائر العاصمة لهذا السبت 19 من شهر نوفمبر 2022. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.